نجم ودوما تسلينا طوبيك اثبت وابوه والكل يرافقنا. تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغدور والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العفو عمو يزيد. تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد. مساء الخير يا أطفال. أوه راكم كاع شابين اليوم. شكون يدير لكم هذا المكياج؟ تعرفوه؟ أمو حميد ها؟ عرفت الخدمة ديالو. إذا تحية تحية لأمو حميد اللي دار لكم هذا المكياج الجميل. إذا يا أطفال مرحبا بكم في حصتكم المفضلة مع عمو يزيد في حصة جديدة. اليوم إذا لاحظتوا راهم معنا زملاء وأصدقاء أطفال بزي معين. واش هم لابسين هاد الأطفال هادو اللي راهم معنا؟ زي الكشافة. زي الكشافة؟ زي؟ زي الكشافة. زي الكشافة. إذن على بالكم يا أطفال علاش راهم معنا زملائنا هادو أصدقائنا الكشافة هادو؟ لأننا يوم 22 فبراير هو اليوم العالمي للكشافة. إذن من هو مؤسس الكشافة؟ تعرفوا؟ نعم. لورد ستيفن بادن باول. اوكي مؤسس الكشافه في العالم اللورد ستيفن بادن باول. بالضبط هو لورد ستيفن بادن باول. ولكن كاين حاجه، شكون مؤسس الكشافه في الجزائر؟ محمد بوراس. من؟ محمد بوراس. محمد بوراس. تفضل واسمو؟ محمد بوراس. راح نكتشفوا مع اصدقائنا وزملائنا هادو كاع النشاطات اللي يقوموا بها. عندكم مفاجاه بعد. انا دائما نحب نطرح عليكم اللغز في اول الحصه، علاش؟ باش يكون عندكم الوقت باش تفكروا فيه انتم اصدقائنا اللي راهم يشاهدوا فينا، يقدروا يشاركوا في الاجابه عن اللغز بهذه الطريقه هذه. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد يا أطفال. لغز اليوم يقول شيء ملك لك ولكن يستعمله غيرك أكثر منك. شيء ملك لك ولكن يستعمله غيرك أكثر منك، ما هو؟ معلش فكروا إلى غاية نهاية الحصة. أنتم الأصدقاء اللي يشوفوا فينا اليوم، المفاجأة نتاعنا هو أن شخصية اليوم راح تديرها لنا خدوجة اللي جات معاكم من فوج مشعل الكشاف. راح تقوم لنا بهذا البحث عن محمد بوراس. يلا نكتشفوا مع بعض. مساء الخير يا أطفال. اليوم سنتعرف على الشهيد محمد بوراس. هو مؤسس الكشافة الجزائرية. ولد يوم 26 فبراير 1908 بمدينة مليانة من عائلة فقيرة، وفي نهاية التعليم الابتدائي التحق بمدرسة الفلاح بمليانة، وهذا لإتمام دراسته باللغة العربية. في سنة 1935 أسس محمد بوراس فوج الفلاح بالقصبة. في 1939 نظم القائد محمد بوراس التنظيم الفيدرالي، دعا فيه جميع الأفواج الكشفية المستقلة على مستوى الوطني إلى الاتحاد وتشكيل تنظيم وطني واحد. وبعد تلبية ندائه من طرف الأفواج تم تنظيم المؤتمر التأسيسي في جويلية 1939 بالحراش الجزائر العاصمة. وكان من نتائج المؤتمر ميلاد الكشافة الإسلامية الجزائرية كمنظمة وطنية، وانتخب محمد بوراس رئيسا لها. اغتنم محمد بوراس فرصة طلب اتحاديته الكشافة الفرنسية منه بأن يضم الأفواج الجزائرية لها وإلا يسحب من الاعتراف، فقرر التنقل إلى مدينة فيشي بفرنسا للتفاوض مع قيادة الكشافة الفرنسية.
قصد الاعتراف بالكشافة الإسلامية الجزائرية كمنظمة قائمة بذاتها كباقي المنظمات الكشفية الأخرى. بعد عودته إلى الجزائر ظل تحت المتابعة والمراقبة من طرف مصالح الاستخبارات الفرنسية، هذا ما دفعه إلى تقديم استقالته من المنظمة في 16 مارس 1941 لإبعاد أي شبهة عن المنظمة في حالة إلقاء القبض عليه. وفعلا في 8 ماي 1941 تم إلقاء القبض عليه، وبعد أيام من التعذيب والاستنطاق يحال على المحكمة العسكرية ليصدر في حقه حكما بالإعدام بسبب اتهامه بعلاقته بألمانيا النازية، ليتم تنفيذ فجر 27 ماي 1941 رميا بالرصاص. شكرا خديجة. إذن يا أطفال، محمد بوراس من الشخصيات الرامقة في تاريخ الجزائر، هو مؤسس الحركة الكشفية الإسلامية في الجزائر رحمه الله. يا أطفال، واش رأيكم درك نشوفوا بعض النشاطات اللي يقوموا بها الكشافة؟ شكون يقدر يورينا مثلا؟ أنا نعرف أنا لما كنت في الكشافة كنا نديروا الجمبوري، كنا نديروا حتى الإسعافات الأولية، كنا نديروا الحبال. أنا كنت نحب الحبال بزاف. شو يقدر يورينا الحبال؟ تفضلوا يلا أرواحي. شكون اللي فوالا؟ يلا طفله وطفل تاني. يلا تفضلي، تعال قعدي بنتي، اقعدي وليدي منها. واسمك؟ سارة. الله يبارك. ما تخافيش سارة، هذه حديقة عمو يزيد، فيها قاع الحيوانات. إذن سارة تورينا شوية الحبال واش تعرفي ديري بهم؟ نعم. يلا تفضلي. هنا كاين زوج حبال حنديرو. عاودي لي. هنا كاين زوج حبال حنديرو التوصيلة اللي هي نوصلوا الحبل مع الحبل الآخر. أوكي. ديروا عقدة منا. وتشوف العقدة هذي؟ هايلة. نزيدو نديروا عقدة أخرى من هنا. أوكي. هكذا. برافو. ونوصلوهم هكذا. هاي لك التوصيلة. وهكذا ما يتحلش. نعم. هكذا. نعم، كي يكون الحبل قاسم نزيدو نديرو له الاخر ولي التوصيل. برافو 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 برافو. نديرو البسيطة نديروها في طرف الحبل. ايه؟ لكي لا يتلف هنا. داكور. هكا، لكي لا يتلف الحبل. جميل 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 جميل. جميل، شكرا شكرا شكرا. وانت واش تقدر دير لنا؟ واش دير؟ ثمانية لتسلق الجبال. العقدة الثمانية. العقدة الثمانية لتسلق الجبال. تحبوا تسلقوا الجبال يا أطفال؟ ولكن لازم تردوا بالكم، لازم دائما يكون معكم إنسان اللي يعرف، اللي عنده خبرة في هذا الميدان هذا، لأنه ميدان شوية حساس. تفضل. رقم ثمانية. ثمانية. داكور. لتسلق الشر. عاود وصينا واحدة أخرى؟ عاود وصيها لنا مرة ثانية؟ برافو 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 برافو. شكرا شكرا. تفضلوا الاماكنكم. شكرا شكرا. شكون يا اطفال؟ تفضل، دي معك الحبل هذا، تخليه عمو يزيد. تفضل الحبل هذا. شكرا. تفضل. شكون ثاني من الكشافه؟ انا نعرف الجمبوري، شكون يقدر يجي يحكي لنا شويه على الجمبوري؟ تفضل تعال. واسمك؟ عماد. عماد، احكي لنا شوي عن الجمبوري يا عماد. الجمبوري هو مخيم عالمي يقيم كل 4 سنوات.
وأقام في 2015 في اليابان، شارك فيه 130 كشافا وزهرة من 48 ولاية. وفي إحدى وفي 2011 شارك فيه إلى ذهب فيه إلى السويد. أوكي. وفي 2007 ذهبوا فيه إلى إنجلترا، ذهبوا فيه الكشاف الإسلامي الجزائري. شكرا. شفتوا يا أطفال، الكشاف الجزائري يمثل الوطن تاعو حتى في المحافل الدولية. جمبوري هذا شيء معروف جدا، وأنا شخصيا كنت نحبه بزاف. كاع الأطفال كاع الكشافة يحبوه، والحلم تاعهم حلم كل كشاف أنه يشارك. يا أخي يا بالضبط يا أطفال، كان أغنية أنا كنت في الكشافة، كان واحد الأغنية كنت نحبها، ماذا بيا تغنوها مع يلاه المكانك باش نغنوا كامل مع بعض هاد الأغنية، نغنوها كاع مع بعض واش نقولوا فيها. وأنا شيد الكشافة، أنا كنا صغار نغنوها كامل. كشاف وهي تلقى المحيا، تعرفوها؟ نعم. تكلمي لنا على النشيد هذا. لا تكلمي لنا عليه، هو نشيد؟ هو نشيد في ديرالي. يعني كل كشافة الجزائرية تغنى به؟ نعم. يعني هو النشيد نتاعهم، يعني في اللي يعرفوه كاع الكشافين الجزائريين. يا اخي داكور. النشيد الفيدرالي هو النشيد الذي تستعمله الكشافة لابتداء أي نشاط كان في النشاطات الكشفية. شكرا. وإحنا كوكو تاعنا تاني يعرف، أنا تاني يغنوا لنا شوية كشافوا هي يا أطفال، نسمعوا معهم. يلا شكون يعطيهم البداية؟ تفضل. النشيد الفيدرالي حد الله. رسالة الفداء كشف ويا طلق المحيا دين إلى الهدى رسالة الفداء بهد سفرا كرم بررا بهد سفرا كرم بررا كشف ويا ويا يا بشر بشر بنا العالمين واتر بنا كل حين بشر بنا العالمين نحن البلاغ الأمين نحن ابتسام الحزين من كل جنس من كل دين كشف هيا طلق المحيا دين إلى الهدى رسالة الفداء بهد صفرا كرم بررا بهد صفرا كرم بررا كشف هيا شكرا. تصفيق عليهم. شكرا، يعطيكم الصحة اللي شرفتونا اليوم. إذن على بالكم في هذه الفترة هذه تكلمنا على اليوم العالمي للكشافة، ولكن كاين ثاني يوم عالمي، كاين يوم عالمي للغة الأم. ما هي لغتنا الأم في الجزائر؟ اللغة العربية التي ندرسها في المدرسة. بالضبط، لغتنا الأم هي اللغة العربية. اللغة العربية هي لغة ماذا؟ ما هو الشيء اللي أنزل بها؟ لغة القرآن الكريم. يا أطفال وش رأيكم عمو يزيد دلكم أغنية واسمها لغتي، نغنيها مع بعض؟ نعم. يلا نغنيها كمان مع بعض. لغتي يا أجمل اللغات بك أعتز وأفتخر بك أعتز وأفتخر أصيلة عربية أنت وأنا من العروبة أنحدر ومن العروبة أنحدر لغتي يا أجمل اللغات بك أعتز وأفتخر
بك أعتز وأفتخر. أصيلة عربية أنت وأنا من العروبة أنحدر ومن العروبة أنحدر. ورثناك من الأجداد يعشق في كل لسان ويطيب فيك الإنشاد. أنت هي لغة الضاغي ورثناك من الأجداد يعشق في كل لسان ويطيب فيك الإنشاد. لغتي يا أجمل اللغات بك أعتز وأفتخر بك أعتز وأفتخر. أصيلة عربية أنت وأنا من العروبة أنحدر ومن العروبة أنحدر. ألف تمتد الياء رائعة ذات بهاء كنور يسطع في الأرجاء. أحرفك خطوط ودوائر من ألف تمتد الياء رائعة ذات بهاء كنور يسطع في الأرجاء. لغتي يا أجمل اللغات بك أعتز وأفتخر بك أعتز وأفتخر. أصيلة عربية أنت وأنا من العروبة أنحدر ومن العروبة أنحدر. ستبقين لسان الدين خالدة عبر الأزمان في كل وقت وحين. أنت هي لغة القرآن ستبقين لسان الدين خالدة عبر الأزمان في كل وقت وحين. لغتي يا أجمل اللغات بك أعتز وأفتخر بك أعتز وأفتخر. أصيلة عربية أنت وأنا من العروبة أنحدر ومن العروبة أنحدر. برافو 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 برافو. عجبتكم أغنية يا أطفال؟ واش رأيكم دركا؟ تحبوا ألعاب الخفة؟ يلا إذا كامل نعيط العمو يوز لجنى من مدينة بجاية. إذا العمو يوز تفضل يلا. برافو 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 يا أطفال. واش رأيكم؟ تحبوا حكاية عمو يزيد؟ نعم. إذن يلا معايا نحكي لكم حكاية الغراب وبحيرة العسل. يلا
شكرا. يا أطفال كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية الغراب وبحيرة العسل. في قديم الزمان كان واحد الغراب يمشي مع السراب نتاعو. قبلك كما نعرفوا العصافير تمشي سراب سراب. كان يمشي هذاك السراب ومن بعد شاف من الفوق هكذا شاف بحيرة، ولكن هذيك البحيرة اللي نتاعها كان غريب، كان غريب يعني بالمرات ألوان البحيرة معروف، الألوان معروفة يعني إما تكون تبان زرقاء ولا تبان خضراء ولا، لأن الماء مع 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 السماء يعني بان أزرق وكامل، ولكن شاف اللون تاعها يميل للصفورية شوية، شغل صفراء هكذا. هبط هكذا قاعد يشوف، خلى أصحابه راحوا وهبط وحده هكذا وقاعد يشوف في هذيك البحيرة. بعد دار هكذا دق صابو عسل، قال لك هذه بحيرة تاع العسل هذه، وقعد غير ياكل في هذاك العسل، ياكل 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 في العسل. ومن بعد قال سبحان الله، قال كيفاش راني وحدي هنايا، بحيرة تاع العسل كيما هذه خلوها الناس، يخلوها الطيور وخلوها الحيوانات، واحد ما يجي ياكل. وقعد ياكل 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 ياكل، ومن بعد شبع هكذا قال لك لا لا انا نزيد ناكل، نزيد ناكل، نزيد ياكل، نزيد ياكل. من بعد تقال، كي تقال هبط هكذا، وكي هبط جناحو حصلوا هكذا في العسل. وعلى بالكم العسل ماشي كيما الماء، العسل شغل يشدك. بعد ما قدرش يطير، من بعد بدا يغرق يغرق واق 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 واق، قد يغرق هكذا. ومن بعد هو يتخبط هكذاك، راح يغرق يتخبط في العسل هذاك. ومن بعد جاوا السراب هكذا تاع عصافير، تاع عصافير كانوا مارين من تما، هما موالفين يروحوا لهذيك البحيره. والقائد نتاع السراب هذاك قال لهم شوفوا يا اصدقاء، قال لهم انا رايحين لبحيره العسل، ولكن كل واحد فينا ياخذ ما يكفيه فقط. قال لهم ما لازمش المبالغه. بعد كي جاوا هابطين هكذا على بحيره العسل، شافوا شغل ريشه هكذا كحله هكذا خارجه من العسل. بعد هبطوا هكذا شافوا باللي الغراب هذا قاعد واق 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 واق. ومن بعد هبطوا هكذا في ربعه طلعوه بصعوبه هكذا باش خرجوه من هذاك العسل هذاك. ومن بعد قالوا لهم دوه دوه لبحيره الماء، كانت كان غادير قدامهم، باش الماء هذاك يسيل عليه باش يتنحلوا هذاك العسل وكامل. وكي تنحلوا كامل باش رجع للوعي تاعو. قال لهم، قالوا واش صرا لك؟ قال لهم كليت بزاف العسل. قالوا له لا لا، كان لازم تاخذ ما يكفيك فقط. عمو يزيد، الحكمة اللي نستخلصوها من هذه الحكاية، القناعة كنز لا يفنى، واللهفة تأتي بصاحبها إلى الهلاك. بالضبط بالضبط. بوبي جبنا دائما حكمة تفيدنا. يا أطفال في حياتنا المبالغة ماهيش مليحة، الإنسان ما لازمش يبالغ، لازم ياخذ الكفاية نتاعو، والقناعة كنز لا يفنى. يا أخي وصلنا الركن الجواب على اللغز. إذا أنتم والأطفال اللي كانوا يشاهدوا فينا، لغز اليوم قال: شيء ملك لك ولكن غيرك يستعمله أكثر منك. نبدأ بهذيك العروسة، هي اللي رفضت الأولى. أوكي، واسمك بنتي؟ كنزة. من جيتي كنزة؟ شرشال. الله يبارك. البحر مليح في شرشال؟ شوية شوية، الشتا سي نورمال. واش هو الجواب؟ الاسم. الاسم. شكون عنده جواب آخر؟ شكون اللي عنده؟ واسمك؟ واسمك؟ ماريا. ماريا، وين تسكني ماريا؟ نسكن في عين بسام. وين؟ في عين بسام. عين بسام، الله يبارك، الله يبارك، خير الناس. واش هو الجواب؟ الاسم. الاسم. نسني نجي عندك. واسمك؟ مجدة. مجدة، وين تسكني مجدة؟ بومرداس. بومرداس، واش هو الجواب؟ لغة عربية. لغة عربية. شكون اللي عنده الجواب؟ عندك جواب. واسمك؟ رميسة. من جيتي رميسة؟ من البليدة. من البليدة، واش هو الجواب؟ الاسم. الاسم. عندك جواب انت العروسة الصغيرة. واسمك؟ ميلينا. ها؟ ميلينا. ميلينا، وين تسكني ميلينا؟ في عنابة. جيتي من عنابة؟ جيتي من عنابة باش تشوفي عمو يزيد. اه مرحبا بك بنتي، مرحبا بك، رحبوا بها رحبوا بها رحبوا بها. واش هو الجواب؟ الاسم. الاسم. قولي بنتي. الاسم. الاسم. عندك جواب؟ الاسم. الاسم. وانت؟ الاسم. الاسم.
إذن هو الاسم. شكون اللي ولا قالت لي الاسم؟ تعالي 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 بنتي. عندك جواب ثاني؟ دوك انا نجي نقول لك. انا جاي بنتي، قولي لي واسمك. اسمي واسمك صابرين. صابرين وين تسكني صابرين؟ في المزايا. في مزايا، خيار الناس. وش هو الجواب؟ الاسم. الاسم، برافو برافو برافو. إذن تعالي تعالي كنزة يا أخي. كنزة الله يبارك. إذن كنزة سابت الجواب على اللغز، هي الأولى اللي كان الاسم. إذن إحنا متعودين في كل مرة نعطوا للطفل ولا الطفلة هدية. أعطي لي هدية، أعطي لي هدية بوبي. ولا الهدية تتمثل في سيدي ألبوم مدرستي متواجد في الأسواق، تقدروا تحصلوا عليه. وكذلك قبعة، قبعة تحميك من أشعة الشمس الضارة مع عمو يزيد حصريا. تفضلي بنتي، بالتوفيق إن شاء الله. شاطرة شاطرة شاطرة. درك لحقنا لواحد الفقرة، وين رايحين؟ تجوا تحكوا لي النكت نتاعكم. رايحنا نقعد وانتم تجوا تحكوا لي النكت يا أخي. يلا شكون اللي عنده نكتة جميلة؟ شكون؟ أروحي بنتي تعالي. تعالي وين تسكني قلتي لي؟ في عنب. في عنب. واسمها عنب بون بون. قولوا بون. انتوما لي بونوا يا اخي، خيار الناس. تحياتنا لكل سكان عنب. احكي لنا عندك نكته؟ احكي لي نكته. كان في مكان في قديم الزمان كانت ايه؟ واش هي؟ كان واش كان في قديم الزمان؟ دب. واش حبيتي تقولي لي؟ قولي شو اللي حكاها لك؟ ماما ولا بابا هذه؟ شو اللي حفظها لك؟ ماما ولا بابا؟ شكون؟ ها؟ ماما؟ غني لي أغنية، غني لعمو يزيد أغنية، غني لي. مدرسة الحبيبة من منزل القريبة، أبوابها مرتفعة، أقسامها متسعة، أحببتها من قلبي لأن فيها صحبي، أرضو بها طبيبة أو كاتبا عديبا أو رجلا عظيما مثقفا حليما. برافو 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 بنتي، برافو 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 برافو. شكون اللي عنده نكته؟ انا. تعالي تعالي انت يا نشوفوا الكشافه واش يديروا. فوج مشعل الكشاف. تفضلي بنتي، ذكريهم باسمك. ساره. وين تسكني ساره؟ في برج الكيفان. برج الكيفان، الله يبارك الله يبارك. قال لك واحد الراجل تزوج بواحد المراه جزائريه، من بعد جابوا طفل صغير، ما دامش بزاف ومات. من بعد كي مات هذاك الطفل، هذاك باباه راح شد راسو، قال له على بالي على بالي. من بعد جات ليه بنته، قال قالت له بابا واش على بالك؟ قالت له على بالي بلي الصنعه تاع الصين ما دومش بزاف. اروحي اروحي تعالي 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 أرواحي. فوالا هاكم الشابين اليوم، راكم هايلين. الله يبارك. عاودي قولي لهم اسمك. صابرين. شحال في عمرك صابرين؟ 5 سنين. 5 سنين، الله يبارك. تحكي ولا تغني؟ غني. أيا غني. نص سناني بالمعجون، نص وجهي بالصابون، نشرب حليبي هو سخون، راح نقرا كل يوم. برافو 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 برافو. تعالي تعالي اروحي بنتي تعالي. واسمك؟ سمية. شحال في عمرك سمية؟ 5 سنوات. وين تسكني؟ في المزايا. مزايا، احكي لنا نكتة دخلت الحاسة خلقت واحد في الضحك. عودي عودي. نكتة دخلت الحاسة خلقت واحد في الضحك. يلا أروحي بنتي تعالي. تفضلي قولي لهم اسمك. فدوى. فدوى فوج مشعل الكشاف كذلك؟ مرحبا بك، احكي لنا.
وكان واحد الراجل يحوس على تلفزيون لقاه قال لهم جابوا للدزاير قال لهم واحد جمعه كاع رجاله قال لهم واحد فيكم يشعل قالوا الوطن طنوب تيليكوم قالوا لهم بني بلا تيليكوم متكين هو هذا لهم هكا تشعل ومتكين ما قاع تصفقوا قاع تحرق لهم. شكرا 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 يا اطفال. نمر دركا لواحد الركن اللي نحبو وركن عيد الميلاد. اليوم عندنا عيد ميلاد ماريا وصابرين. أرواحوا ماريا وصابرين تعالوا 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 تعالوا. إذن أصدقائنا راحين يروحوا يجيبوا لنا الكاتو نتاعهم وحنا نغنوا لهم عيد ميلادك أحلى عيد. يلا معايا. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا نسهى الأمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهى الأمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعو له واصحابه ويباركوا له وجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. العد التلازولي 4 3 2 1 يلا برافو 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 يا اطفال. كاين شيء مهم عمو يزيد يهدي لكم كاع الاطفال اللي معنا اليوم، كل طفل يروح بشهاده مشاركه. شهاده مشاركه هذه هاي لك شهاده مشاركه كل واحد باسمه. اذا هذه الشهاده تاع هاد العروسه هادي وهاد العروسه هادي يدوهم دركا وانتوما تدوهم تاني اليوم. كون فرحانين بهاد الشهادات؟ لا. اذا باش تعلقوهم وتحتفظوا بهم للمشاركه في حصه مع عمو يزيد. هادي تاع صابرين فوالا بنتي، وهادي تاع ماريا. عفوا. اذا انا انتوما راح تقطعونا الكاتو وانا راح نقول لكم ما بقى لي الا نقول لكم ابقوا على خير ونتلاقاو في نفس الوقت على نفس القناه. قوا على خير يا أطفال. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد.
لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا فنعود فانتظرونا في موعد جديد.